السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة صب زيرو. النهاردة هنعمل مراجعة على ميزان الشرب كراون سي تي 44047. الشكل ده في منه موديلين 47 و 46 47 و 46. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم المدى ونوع الليزر. ال 46 مدى 15 متر ماكسيمم والليزر احمر، 47 مدى 30 متر ماكسيمم والليزر اخضر. طب ايه الفرق بين الاحمر والاخضر؟ نجيب احمر ولا نجيب اخضر؟ طيب الاحمر بيكون اضاءته، لان الليزر الاحمر اضاءته كويسه عادي يعني، واستهلاك البطاريه بتاعته منخفض كويس، لكن مش ما ينفعش في الاجواء النهاريه زي كده، في نور شديد موجود معانا. الأخضر أقوى أنواع الليزر هو الأخضر، واللي هو اللون اللي بيظهر أكتر، بس بيكون استهلاك البطارية بتاعته أعلى شوية من الأحمر. هيفيدك لو أنت شغال زي كده في ضوء نهاري موجود معاك، طبعا بعيد عن ضوء الشمس، ما ينفعش تشتغل ولا بأحمر ولا بأخضر في ضوء شمس مباشر، لكن هنا زي كده مثلا في ضوء مباشر غير مباشر موجود معاك، فالأخضر يكون مناسب ليك. طيب هنا الليزر ده في سيلف ليفلينج، يعني بيعمل معايرة لنفسه الخط الأفقي، وفي لوك يعني تخليه ثابت، تحركه يمين وشمال براحته. نفتح الباب بتاعتنا، طبعا كتالوج منتجات الشركة المتوفر فيها. عندي هنا كتالوج المنتج وشهادة الضمان، الاوريجينال وارنتي، هنا الحامل بتاعه، أربع حجارة من وطبعا الجهاز نفسه. مسكة الجهاز في ايدي، البلاستيك بتاعه كويس، يعني البلاستيك ده انا حاسس ان هو فيه يعني زي نسبة مطاط عشان ما يتزحلقش منك وانت ماسكه. خامة البلاستيك يعني الى حد ما فوق المتوسطة. يعني شركة كراون اساسا هي شركة تحت مظلة ميريت لينك، اللي هي بتملك كراون ودي دبليو تي. طيب يعني كرام يعتبر من افضل المنتجات الصينيه، في طبعا انواع اعلى منها بس هي من افضل المنتجات الصينيه. بتهتم شويه بالخامات، اصبحت شغاله كويس يعني مع الناس. طيب نركب هنا الحجاره بتاعتنا، اربعه سالب بوزيتيف بوزن. تمام كده اشتغل. طيب دي فائدتها، انا ممكن بركبها كده تمام، ممكن احطها اهو. كده بالشكل ده تمام. طيب في كمان ميزة حلوة، اللي هي احنا ممكن لو انت عايز حامل تاني، حامل فعلي كتير، ما تشتريش حامل من حالات العدد، ممكن يكون في ديك اسعار اغلى بتاع مش عارف ايه. اي حامل كاميرا هيمشي، يعني في حامل زي كده مثلا، ده حامل كاميرا عادي، وسعره مش غالي، بس رخيص جدا يعني.
وهيقدم معاك الغرض بامتياز. نفس المسمار ده هيركب هنا بامتياز. نعمل نتعرف على خواص الجهاز عندنا. طيب نضغط كده. طيب هنا عندي فيه زرارين لوك واللوك. ده كده على اللوك. اللوك بيديك الأريحية انك تغير لو مثلا هتعلق اشياء برواز على الحيطة وعايز كذا اكتر من برواز هتغير كده. نضغط، لو ضغطنا على الزرار يعني اهو لو ضغطنا على الزرار ده هغير، ادي خط راسي ودي خط افقي، خط افقي راسي. هضغط ضغطة طويلة، ضغطة طويلة، الجهاز فصل معايا، شغله تاني. تمام، هنشغل الجهاز على دي اللوك كده. هو بيعمل معايره. طيب بص كده معايا، اللمبه حمراء كده، الجهاز نفسه مش عارف يعمل معايره. هنغير كده، اصبحت اللمبه خضراء كده، الجهاز عارف يعمل معايره لوحده. تمام اهو تاني، هو عامل معايره اهو كده، معايره تمام. طيب نعمل تجربه عمليه. العلب الكهرباء دي متظبطه بميزان الشرب، بميزان ميه عادي. طب نشوف العلب دي مظبوطه ولا مش مظبوطه. طيب وظهر، لازم بس نعليه شوية. كده عملت تعديل للحامل، الحامل كان بتاع كاميرا عادي عندي. طيب هنا لو لاحظنا، عشان بس يبان في الكاميرا، تقريبا ده أوطى كم ملي من ده. تمام، فالميزان ده كان ميزان المية. في عندي اتنين تاني هنا نشوف. طيب على نفس المستوى، مش عارف ظهر في الكاميرا ولا لا. هنا دول مش مظبوطين. هنا العلبة دي أعلى من الخط، العلبة دي أقل من الخط، يعني هيحتاج إن احنا نعدلهم تاني. طبعا هنا ده الخط المعمول بميزان المية، وطبعا حصل فرق هنا، لأن ميزان الشرب ده أدق منه يعني.
الخلاصة ميزان طبعا كده قبل يعني أهم شيء قبل ما تطفيه تعمله لوك عشان تحمي العدسين بتوعته. وكده عملنا إغلاق. طيب الخلاصة، الميزان ده ميزان كويس هيفيدك لو أنت غاوي، لو أنت محترف الشغل بتاعك ميزان زي كده مش غالي، سعره حاليا تقريبا من 670 على قدري تولز، وطبعا في اغلى، في 700، في 750، نفس الموديل هو، بس طبعا كل تاجر بسعره. هيفيدك لو يعني بالنسبه لسعره، انت صنايعي واشتغلت بيه هتطلع شغل مظبوط، هيجيب لك شغل احسن. في البيت عندك انت ممكن تشتغل بيه لو انت هاوي، لو اتعلق برواز على الحيطه هتعلقه مظبوط، في بريز اللي هي نظام ثلاثي رباعي مع بعضهم هيكون معاك مظبوط، هتطلع شغل انت هتتبسط بيه يعني. لو الفيديو عجبك ممكن لايك وسبسكرايب للقناة، وشكرا جدا لكم.